فالسؤال الثاني: الانطلاقة من مدينة الرياض الموجودة في النقطة O، إذا القطعة الأولى هي السفرية من O إلى A، مدينة مكة الموجودة في النقطة A، وبعد ذلك اتجاه الحركة ينعكس من النقطة A إلى النقطة B نهاية المطاف في مدينة الطائف، إذا في النقطة B. المسافات OA تساوي 878 كيلومتر و AB تساوي 92 كيلومتر. الديسبليسمنت من O إلى B، الديسبليسمنت من O إلى B، إذا الانطلاقة إلى الوصول، أوكي، إذا هو عبارة عن الديسبليسمنت أو الـ الأبسسة OA زائد الأبسسة AB. بالطبع الأبسسة OA تساوي زائد 878 كيلومتر في الاتجاه الموجب، أما الأبسسة AB في الاتجاه السالب إذا قيمتها ناقص 92 كيلومتر، ونتحصل إذا على السرعة المتوسط the average velocity، إذا displacement تقسيم الفترة الزمنية، إذا الحساب يعطينا 65.5 كيلومتر على الساعة، وإذا حولناها إلى المتر على الثانية نتحصل على 18.2 متر على الثانية.